Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siaran Masjid Al-Muktafi Bila Syah, yang mana insyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama mengalunkan zikir Al-Ma'asurat, yang mana kita ketahui bahawa zikir Al-Ma'asurat ini adalah merupakan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW daripada nas-nas Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Zikir ini, jika sekiranya kita beramal dalam kehidupan kita, banyak di antara zikir-zikir yang ada dalam zikir Al-Ma'asurat ini, zikir amalan Nabi SAW pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Jadi kita boleh amalkan pada waktu pagi, kita boleh amalkan selepas selesainya solat fardu subuh, dan pada waktu petang kita boleh amalkan selepas selesainya solat fardu asar. Mudah-mudahan kita dengan kita beramal dengan zikir Al-Ma'asurat yang datang daripada baginda Nabi SAW ini, kita diberi perlindungan oleh Allah SWT dan penjagaan kehidupan kita daripada Allah SWT, daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini dan daripada perkara-perkara maksiat, daripada kita lakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah SWT insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له. لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إن هذا إكمال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا.